بالصوت والصورة، طفلة عراقية من مدينة الحلة بمحافظة بابل أو الحلة تتحدث عن معاناة المواطنين بسبب جسر البتة. شاهدوا ماذا تقول لتوقنوا فوق يقينكم بأن الفساد المستشري لينتهي، فإنه يحتم عليكم ألا ترحموا أحداً من الفاسدين. أول موظف عند الدولة مهمته تخفيف معاناة المواطنين. إحنا اليوم أمام جسر بتة، أحد صفحات العذابات اليومية للمواطن الحلي. شوفوا الازدحام على مد البصر، هذا الجسر يعتبر المنفذ الرئيسي لبقية المحافظات. كان المفروض قبل سنتين أو أكثر يتم إنشاء السايد الثاني للجسر، ولكن الفساد ومحاولة إذلال المواطن ومحاولة تدمير هذه المدينة حال بين إنجاز المشروع. إيرادات البلدية 30 مليار دينار سنوياً، كلفة إنشاء هذا المشروع 8.5 مليار. طيب محافظة بابل ليش ما تنشئ هذا المشروع من إيرادات البلدية إذا هي لا مدرسة يبنون ولا شوارع يبيضون ولا رواتب العمال البلدية ينطون؟ لا شي يسوون؟ شنو شغلكم؟ انتوا ليش يسموكم حكومة محلية؟ انتوا مجرد تجار مآسي. هذا الجسر يبعد 2000 متر